اللهم تقبل منا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الأمراض الخبيثة، اللهم إنا نعوذ بك من الأمراض الخبيثة. اللهم أعذنا جميعا من سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك، سبحانك وبحمدك. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم اشدد وطأتك على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيتين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم. اللهم إنا عبيدك، اللهم إنا عبيدك، اللهم فلا تمنع عنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وانصر واحفظ إمامنا بحفظك يا كريم. اللهم وفقه لهداك، واجعل أعماله الصالحة في رضاك،
وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدم عليه وعلى ولي عهده الصحة والعافية، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام، اللهم جنبهم المخدرات، اللهم اعصمهم من المسكرات والمخدرات. اللهم عليك بمن أدخل إلى بلادنا المسكرات والمخدرات، اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تردنا بعد هذا الدعاء خائبين. إلهنا 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 إليك نصبنا وجوهنا ومددنا أيدينا، فبرحمتك استجب دعانا، فبرحمتك استجب دعانا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا ولا تردنا خائبين، يا رجاء السائلين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.